تنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أماني. إذا لاحظنا خلال تعاملات جلسة يوم أمس لأسواق العملات تراجع ملحوظ لأداء اليورو وتسجيله أدنى مستوى تقريبا منذ 20 عاما، حتى يعني مع التوقعات برفع 25 نقطة أساس من المركز الأوروبي، هل سيبقى اليورو يتعرض للضغوط؟ صباح الخير. طبعا شهدت الاسواق العالميه تراجعات او تقلبات قويه خلال تداولات امس مع انقلاب منحنى العائد السندات الامريكيه. منحنى العوائد السندات الامريكيه لاجل عامين ارتفعت اعلى من عوائد السندات الامريكيه لاجل 10 اعوام، في اشاره الى احتمالات وجود ركود اقتصادي في الفتره المقبله، مما تسبب في يعني زياده الطلب على الدولار الامريكي بقوه طبعا، وزياده الطلب على الملاذات الامنه، عملات الملاذات الامنه مثل الين الياباني. وجاء هذا بالضغط على اليورو وعلى الجنيه الاسترليني، حتى وجدنا ان اليورو تراجع لمستويات الدولار وثلاث سنتات ودون تلك المستويات والتي لم يصل لها منذ عام 2002، في اشاره للضغوطات التي تتعرض لها اوروبا وتتعرض لها يعني ما بين التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا وتاثير هذا على التداولات او على الاستثمار او على الاقتصاد في اوروبا، وما بين ارتفاعات التضخم لاعلى مستوياتها منذ نشاه منطقه اليورو والتي تضغط على بنك المركزي الاوروبي لتسريع وتيره رفع الفائده او لبدء رفع الفائده. حتى الان لم يتخذ البنك المركزي الاوروبي اي قرار بشان رفع الفائده، هناك توقعات تدعم طبعا بدايه رفع المركزي الاوروبي في اجتماعه المقبل ب 25 نقطه اساس. نعم. ولكن التباين الواضح ما بين الفدرالي الامريكي الذي يواصل يعني رفع الفائده بوتيره قويه واحتمالات ان يستمر لمستويات ال 3 إلى 3.5% بالنسبه للفائده قبل نهايه العام الحالي، وما بين البنك المركزي الاوروبي الذي لا يزال يواجه بيانات اقتصاديه مخيبه الامال، احتمالات وقوعه للركود الاقتصادي والتوترات الجيوسياسيه وارتفاعات التضخم. نعم اماني، يعني في ظل هذا التخوف من الركود الاقتصادي لم نرى العملات كملاذات امنه، الين الياباني وايضا الفرنك السويسري في حاله من الارتفاع او حتى الاستقرار، يعني الدولار مقابل الين يرتفع حتى يصل الى على مستوياته تقريبا منذ 24 عاما، هل تتوقعين استمرار حاله التراجع للملاذات الامنه سوى الدولار؟ يعني الدولار الامريكي، مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله امام سته عملات رئيسيه، ارتفع المستويات ال 106 خلال تداولات امس. الدولار الامريكي واصل ارتفاعه بقوه بسبب سياسات الفدرالي الامريكي وبسبب المخاوف من ركود اقتصادي، ولكن بالنسبه للين الياباني بعدما ارتفع المستويات ال 137 ين لكل دولار عاد يتراجع مجددا مع زياده الطلب او مع يعني وجود طلب على الين الياباني والفرنك السويسي كملاذات امنه، عملات ملاذات امنه في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الامريكي ارتفاعه. حتى وجدنا ان يعني تراجعات اليورو والجنيه الاسترليني خلال تداولات امس لم تكن مثل الين الياباني والفرنك السويسري الذي على الاقل يعني نجح في التماسك امام ارتفاعات الدولار الامريكي القويه. الان الدولار ين الدولار يستقر عند مستويات 135 دولار لكل ين، ويعني اغلب التوقعات ايضا بالرغم من استقرار او بالرغم من عمليات جني الارباح التي سيطرت على تداولات زوج الدولار ين، ولكن بشكل عام يعني تباين الواضح ما بين السياسات النقديه ما بين الفدرالي الامريكي وما بين بنك اليابان الذي لا يزال يتبنى السياسه النقديه التوسعيه وسياسه الفائده السلبيه. نعم. وتاكيد محافظ بنك اليابان اكثر من مره على هذا الامر يتسبب في زياده الطلب على الدولار الامريكي طبعا على المدى البعيد مقابل الين الياباني، ولكن ايضا سيكون هذا مرتبط بمدى مخاوف الاسواق حيال الركود الاقتصادي الفتره المقبله. نعم، محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب أماني رشيد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا.